رح نطلع بهالونش. الونش ده غير محمود الونش يلا. شو الأكل اللي بتحبه أنت؟ أنا أحب أكل الورد اللي قدامي ده. أحب الأكل المصري عموما. أكل المصري يعني مثل شو؟ بعد الطعم الطعم بس. خلاص يا عمو أنت واكل شابة. فيه. ما تقلقش يا مام، شوية هز كده عشان العضلات تفك، بنعمل لك ريكفر يلا. يا معلش البدق هنا لسه ما ظبطوش الطريق، كلمنا الحي امبارح. طب ايه هنقع؟ لحظة شو عملك شوي؟ ولا مام، واضح ان سواق الونش ده اهلاوي متوصي بيك. مركبة ونش قبل هالمرة؟ أول مرة. هو هيركب ونش فين؟ هو نجار مسلح. كابتن بدي أطلب منك تقعد هون. اقعد هون علشان رامز هيوقعك. وهون عنا البلوجر الأستاذ أشرف عبد العزيز، والصبايا اللي شايفهم هني صبايا الفانز بتوعك. ايه يالا مالك فرحان كده لما سمعت المعجبات يا؟ نحن لما حطينا إعلان على صفحتنا أنه رح تكون أنت ضيفنا، هني أكتر ثلاثة صوتوا لما شافوا لون شعرك. بالملعب انت مختلف عن لايف، يعني بالملعب شوفك بتحكي كتير، هون ما عم تحكي. ايه ده انت مكسوف يا امام؟ الطعم الطعم طعم اللوبيا اللي اكلتوني تحت دي قلب لي معدتي. انا ناكل برضو نفس ال هون سوشي رح ناكل فيك، ما تاكل الوسابي معه. متأكدة منه ده؟ ايه متأكدة منه ده؟ انت داخل محل في امبابة تاكله مع بعض. بس لنثبت للارتفاع المطلوب بنبلش نزقك. مستعد تعيش بالدنمارك؟ اكيد ان شاء الله. برد هونيه كتير بهالوقت.